كلمتان مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان كان الجمهور السعودي يتابع البطولات العالمية بس من وراء الشاشات، لكن اليوم بفضل الدعم غير المحدود من الحكومة وخاصة من ولي العهد، نجحت وزارة الرياضة في استضافة أبرز المحافل الرياضية الدولية على أرض الوطن بنجاح باهر وتنافسية عالمية. على سبيل المثال كأس السوبر الإيطالي والبطولات الدولية للغولف وبطولة التنس العالمية ونزال العالم في الملاكمة ورالي داكار، وآخر تنظيم سباقات للفورمولا إي في الدرعية للعام الثالث ولله الحمد على التوالي، اللي كان خير ختام لها حضور وتشريف سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد حفظه الله. والجديد أنه تم الإعلان أنه السباق الشهير فورمولا 1 الأكثر متابعة بين رياضات السيارات حيقام لله الحمد في السعودية والأول مرة السنة الجاية بإذن الله تعالى على كورنيش جدة. فأهلاً بأبطال فورمولا 1 وشكراً لقيادتنا ولوطننا على تحقيق أحلامنا. هذه ترى كانت كلمتين مع أخوكم زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.